بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا متداولين الأعزاء. أنا في خدمتكم مع تحليل يورو مقابل دولار خلال 4 ساعات. في هذا الرسم البياني وبنى على شكل الاتجاه الصعودي وكسر خط الاتجاه المقاومة، فمن المتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي في رسم البياني، وبنى على ذلك فإننا نتوقع أن نشهد استمرار الاتجاه الصاعد بعد التصحيح والتراجع إلى خط المقاومة. وإذا تشكل استمرار الاتجاه التصحيحي في رسم البياني، فإنه يمكن أن يستمر الاتجاه التصحيحي حتى مستوى 61.8%، ثم يمكن أن يحدث تغيير في الاتجاه في هذا النطاق، واستمرار الاتجاه الصعودي لأعلى مستويات المقاومة التي حددناه. يمكن أن تخلق اتجاه في رسم البياني إذا تمكن السعر من تجاوز مستوى 61.8% واستقراره، يمكن تشكيل استمرار عملية التصحيح بطريقة تمكننا من الحصول على مزيد من المراجعات في رسم البياني من خلال تحقيق. أتمنى أن يكون هذا الفيديو تحليل مفيدا لكم، وإلى اللقاء إلى تحليلات التالية.